السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم سنكرس الحلقة بمحور مخصص عن ختام منافسات المرحلة الأولى من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم والحصيلة الكاملة لمستوى ونتائج الأندية العشرين التي تبارت فيما بينها للوصول إلى خط النهاية، إضافة إلى ما أسفرته الأدوار من أحداث ونتائج ومقارنات وقراءات سريعة. هذا المحور وقضايا أخرى متعلقة بالأمر سنطرحها من خلال فقرات هذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مع محور حلقتنا لهذا اليوم المخصص حول مسابقة الدوري الممتاز والحصيلة الكاملة للمرحلة الأولى والمستوى الفني لجميع الفرق العشرين المتنافسة بالمسابقة، وما شهدته الأدوار من أحداث ونتائج ومقارنات وتقلبات وتأرجحات متباينة المستوى والنتائج، والتي يعني تمكن إزاءها فريق القوى الجوية العريق من خطف لقب بطل المرحلة الأولى بعد أن جمع 41 نقطة من 12 حالة فوز وخمس تعادلات وخسارتين فقط، موسعا بذلك الفارق مع أقرب ملاحقيه الزوراء الغريم إلى 5 نقاط. لدينا أيضا ثبات العديد من الأمور التي يعني تتجلى بتواجد الأندية الجماهيرية الأخرى في المقدمة مثل الزوراء والشرطة، مع بقاء الضلع الرابع نادي الطلبة الأنيق على حاله الذي لا يسر صديقا أو عدو. بهذا الصدد يجب ألا نبخس يعني حق لجنة المسابقات والهيئة التطبيعية التي أخذت على عاتقها تنظيم مسابقة الدوري. طبعا أتحدث هنا على أمر مهم جدا، هو أن جميع المباريات جرت بمواعيدها من دون أي تأجيل، وهذه تعتبر نقطة إيجابية تحسب للقائمين على المسابقة، فضلا عن صلاحية معظم الملاعب التي جعلت انسيابية المباريات تسير بالصورة المطلوبة، وهذا أيضا يعني جانبا طبعا صحي وله مردود كبير إيجابي. انهينا الجولة واحنا مصدرين، يعني هاي المرحلة كان هناك يعني تقارب المستوى بكل أغلبية الفرق. هذه المرحلة شهدت أو برهنت للشارع الرياضي بعدم حضور الجماهير، لا يوجد هناك فوارق بين الفرق الجماهيرية والفرق اللي أقل جماهيرية، شفنا أكو منافسة. الميزة المميزة والحلوة اللي موجودة في دوري العراق هي استمرارية الدوري، عدم التوقفات الكثيرة أعطت جمالية وأعطت أعطت الحماس وأعطت الروح التحدي بين الفريقين والمنافسة الحقيقية لكل العالم موجودة. استراتيجية خاصة لكل الفرق، من توضع استراتيجية وأمامك هدف معين عليك أن توصل له بأقل الأضرار وبأسرع وقت إن شاء الله. إحنا خلصنا نص المرحلة، الجزء الأول وشوية صعب، إحنا مثل ما تعرف أنت في بداية الدور الرابع شوية تعثرنا، أكو هناك سحاب، لكن الحمد لله فريق البطل هو اللي عاد نفسه ورجعنا إلى موقعنا الحقيقي وهو المركز الأول. بالقادم إن شاء الله المرحلة الثانية أكو هنالك يعني كلام وأكو هنالك حسابات كثيرة حقيقة إن شاء الله لكل الفرق. نبقى مع الأندية العشرين مشاهدينا الكرام، هذه الأندية المتنافسة وما أسفرته المرحلة الأولى
من متغيرات على جميع الأصعدة، ومنها تلخصت بتواجد فريق النجف بقوة هذه المرة ضمن دائرة المنافسة، وكذلك الحال مع نفط الوسط، فيما أكد فريق زاخو أنه الحصان الأسود للمسابقة رغم الوضع المالي الصعب الذي داهمه، وقد يعني ينذر بخطر مقبل يهدد كيان هذا الفريق المثابر، لا سيما في المرحلة الثانية من المسابقة، بالإضافة يعني أيضا معنى وجود أزمة حقيقية شهدتها هذه المرحلة، والتي تتجسد باستقالة العديد من مدربين، وهذا ما أثار حفيظة المتابعين والنقاد، يعني كونه رقما كبيرا ومبالغا فيه، فضلا عن أبرز الفرق واللاعبين الذين أقنعوا أيضا النقاد والمحللين والشارع الرياضي بأدائهم المتميز، فيما ظلت يعني بقية الأمور على نصابها. الحقيقة أفرزت مباراة الدور الأخير للدور الكرة عن نتائج يعني متذبذبة، ولكن الأبرز كان هو الصحوة الكبيرة لنادي الميناء والفوز المهم لفريق القاسم اللي أنا أعتبره يعني الحصان الأسود رغم النتائج وموقع اللي ميت بما يقدمه من مستوى. أعتقد يعني فوز الجوية على الطلبة وتعادل الزورة مع تعادل الشرطة أكيد هاي النتائج صبت بصالح القوة الجوية اللي انفرد بالصدارة، بالإضافة إلى الميزة الوحيدة اللي إحنا شاهدناها هو ابتعاد نفط الوسط وتدحرجه إلى المركز الرابع. في نهاية كل مرحلة إحنا نشاهد بعض الفرق تحاول تستغل هذا الجانب، بعض الفرق لا، يمكن شوي يكون اللاعب قد اطمئن انه نهاية مرحلة والامور اصبحت قريبة على راحة كبيرة جدا، لكن انا اتمنى انه نشاهد مباريات قوية جدا بالمرحلة الثانية. ابرز الاحداث اللي صارت هو عدم استقرار ادارات الاندية على الكوادر التدريبية العاملة، واللي كانت انعكاساتها سلبية وغير ايجابية على بعض الفرق مثل نفط الوسط والطلبة والنجف والديوانية بعد بدايات قد تكون جيدة نسبيا، أما على بقية الفرق قد تكون تأثيراتها إيجابية وبشكل واضح على أندية الزوراء والميناء والقاسم، خصوصا فريق القاسم، هذا الفريق الشاب اللي فعلا يثبت دور بعد دور أحقيته في المنافسة وأن يكون حصان أسود خلال الدوري. طبعا احنا نتمنى لجميع الفرق الموفقية والنجاح، ونتمنى لكل الفرق الشابة الصاعدة الطموحة أن تحقق اللي تريده خلال الأدوار القادمة من الدوري. مشاهدينا للحوار بقية ولكن بعد فاصل قصير، خليكم ويانا. هذا هو منار الذي مثل نادي أربيل وأيضا نادي نفط وأيضا لعب لنادي نفط مشترك برقم حمادي. حمادي يسجل ثاني هدف في المباراة. نحن مع محور حلقتنا لهذا اليوم وما أسفرته رزنامة الفرق العشرين من مستوى فني، فالبعض من الأندية ظهرت بصورة إيجابية والأخرى وللأسف لم ترتقي بأدائها ونفسها، وبقيت مفترشة المناطق الدافئة التي يعني تحاول المكوث فيها لفترة أطول. مشاهدينا ولتسليط الضوء أكثر على هذا الجانب ينضم إلينا عبر السكايب من مدينة كربلاء المقدسة اللاعب الدولي السابق الكابتن الخلوق حيدر يحيى مدرب فريق كربلاء والنجف والديوانية السابق، فأهلا وسهلا بك كابتن، سعداء بانضمامك إلينا في صدى الرياضة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم شباب، السلام عليكم أخي بلال، تحياتي لك وقناتكم الكريمة. بارك الله بك كابتن حيدر. قبل الحوار معك اسمح لنا أن نتابع سوية التقرير التالي الذي يلخص لنا محور الحلقة الذي يعني يشمل منافسات المرحلة الأولى، سنتابع ولنا عودة معك، خليك ويانا نتابع. مشاهدينا، 19 جولة انقضت من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم شهدت تقلبات وتأرجحات وترنحات كثيرة لجميع الأندية العشرين المتنافسة، لكن كل بحسب معطيات حاله وظروفه التي يعيشها أسوة ببقية الأندية الأخرى.
فتارة يكون الفريق بأفضل حالاته ويبتسم الحظ للاعبيه، وأخرى نشاهد كل من ينتمي له بحالة غضب عارمة يتجلى منها عزم إدارة النادي إلى إقالة المدرب الذي بات الحلقة الأضعف في المعادلة الكروية. الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في مرحلته الأولى شهد ظواهر سلبية عديدة، منها كثرة إقالة المدربين وكذلك عدم استقرار المستوى الفني بالنسبة لفرق الدوري الممتاز. 346 هدفاً هزت شباك الأندية العشرين، تناوب على تسجيلها 74 لاعباً من جميع الأندية، يتقدمهم مهاجم منتخبنا الوطني ونادي القوى الجوية أيمن حسين 14 هدفاً، موسعاً الفارق مع أقرب ملاحقيه مهند عبد الرحيم مهاجم فريق الزوراء إلى 4 أهداف. وهذا ما يعطي انطباعاً لضعف الجانب الهجومي لجميع الأندية العشرين. إذا ما قسمنا عدد الأهداف على عدد المباريات تكون الحصيلة هدفاً وثمانية بالعشرة لكل مباراة. كان الدور مضغوط، كل 3 أيام 4 أيام مباراة، هاي أثر سلباً على مستوى الفرق بصورة عامة العشرين. أولاً ضعف الإعداد، وثانياً ضغط المباراة، تعرف اللاعب إذا ينصاب يعني أكثر من يغيب من مباراتين إلى 3 إلى 4. كذلك المستوى الحكام كان الأجدر من الأخوان اللي ممثلين أندية الدوري الممتاز، وكان ما أنا أروح أستلم النقل التلفزيوني على مود 12,500 دولار، أن يكون المليون دولار اللي جاي من شركة الأضواء أن يكون الفار موجود بالدوري العراقي. هفوات عديدة رافقت ماراثون الدوري، منها الإدارية ومنها الفنية، فيما يقف الجانب التحكيمي بالمركز الأول إزاء تلك الهفوات بعد أن طالت العديد من الحكام شبهات الإخفاق غير المتعمد. لكن الإخفاق عندما يأتي من قضاة الملاعب يكون تأثيره سلبياً على أحد الفريقين المتباريين ليطيح بأماله، ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً، خصوصاً أن الجميع يبحث عن تحقيق الفوز بأي ثمن. ولم نستثني المدرب المغلوب على أمره كونه يقود الفريق وهو في حالة شرود ذهني تام، لينصب تفكيره على هواجسه التي ترافقه في حله وترحاله إبان نتيجة المباراة التي قد تتكفل بالإطاحة به. نرحب مجددا بضيفي عبر السكايب من كربلاء المدرب الخلوق حيدر يحيى، أهلا وسهلا بك مرة أخرى كابتن. بصورة عامة، ما هو انطباعك عما قدم من ماراثون الدوري في مرحلته الأولى؟ نعم، الحقيقة يعني تعرف احنا يعني الوسط او مجتمعنا بهذه الفترة يعني عانى من صعوبات عدة، منها الجانب الرياضي استاذ بلال حبيبي. فاعتقد انه احنا صعوبة نقول نمدح الانسان. بالفترة الأخيرة صار عندنا فارق بالنقل التلفزيوني على مستوى نقل المباريات، الملاعب الجيدة باستثناء بعض الملاعب اللي ملعب وملعبين، الأخطاء التحكيمية، لكن اللي الشيء الوحيد اللي لازم نمدحه بهاي الفترة هو المرحلة بدون تأجيل، مرحلة كاملة 19 مباراة جرت بانسيابية عالية، يعني إعداد لهذه هاي المرحلة من الدوري إعداد سليم. فأعتقد أرجع الكلام أقول إحنا صعب إنه نمدح، فالعراقيين بطبيعتنا ما نمدح، خاصة هاي صارت عندنا ثقافة جديدة، ثقافة الذم. اليوم لازم نوقف ونقول انه اليوم التطبيعية او لجنة المسابقات ادت ما عليها خلال المرحلة الاولى. ممتاز جدا. دعنا ندخل فنيا كابتن حيدر، هنالك اندية تمتلك ميزانيات انفجارية يعني اذا صح التعبير، وقد يعني مكنتها تلك الميزانيات من استقطاب لاعبي المنتخبات الوطنية ومحترفين كفريق، يعني على سبيل المثال كفريق الشرطة مثلا، لكننا يعني بصراحة لم نشاهد المستوى والنتائج التي تتلى أمان مع الإمكانات المتاحة والتي تفوق بكثير الأندية الأخرى، لمن تعزو ذلك؟ سيد بلال، يعني غياب القانون يعني كل الوسط خاصة الوسط الرياضي بالفترة الأخيرة، إحنا اللي عانينا اشتغلت مكانات صعبة اللي هي كربلاء والديوانية والنجف، تعرف مثل ما تعرف إنه هاي ما عندها ارتباط بمؤسسات الأندية المرتبطة بمؤسسات، مثل ما تعرف يعني المفروض الأندية هي كلها أبناء الدولة وأبناء الحكومة،
ما يصير أنا اليوم أعطي نادي من أندية العراق أعطي 8 مليارات أو 5 مليارات أو 7 مليارات ونادي مثل السماوة وصناعات الكهربائية أو كربلاء ما يجي دينار واحد. بالتالي أكيد هذا راح يسوي فوارق فنية باستقطاب اللاعبين وفوارق هماتين على مستوى الترتيب بالدوري. رغم وجود الأموال بالأندية الكبيرة، لكنه شوف ما تحرز إنه ذاك الفارق اللي موجود بالمستوى. والدليل إنهم ما بدون مسميات الأندية الكبيرة عانت خلال مبارياتها بالمرحلة الأولى، رغم إنه أكو ثوابت إنه زوراء وشرطة وجوية إنه لازم دائما تكون بالمقدمة. طيب كابتن، يعني تواصلا لسؤالنا السابق، بالمقابل هنالك أندية أخرى تتذيل يعني ترتيب اللائحة، وهي الصناعات الكهربائية والطلبة والحدود والسماوة. السؤال كيف تجدها؟ هل هي قادرة على المطاولة أم أنها قد يعني ترفع الراية البيضاء مبكرا قبل النهاية بأدوار؟ صعب استاذ بلال، يعني رغم المثابره اللي هسه موجوده بعد نادي القاسم ونادي السماء وصناعات الكهربائيه ومثابره عادل نعمه وشاكر محمود وعباس عبيد، لكنه بالمحصله لازم اكو فريقين ينزلون. المرشحات تعرف اخر اربع فرق او اخر ثلاث فرق اكيد لازم، رغم المثابره مالتهم، رغم ايش قد ما حاولوا يطاولون، لكنه نهايه الدوري اكو فريقين لازم ينزلون. إذا نلاحظ الخريطة بالدور العراقي، القاسم من أكثر الناس المتضررين بالإضافة إلى السماوة، هي بقعة الأندية الأهلية اللي هي بدون راعي. نرجع لموضوعنا، موضوع رعاية الدولة للأندية، تلقى نادي يعني متخم بالنجوم وبالأموال ومغضوب عليهم مثل هي الأندية اللي أقول عليها، القاسم، السماوة، الصناعات. طيب كابتن حيدر، يعني ابقى معنا، سنتابع معا بعض الانطباعات من أهل الشأن حول كل ما آلت إليه المرحلة الأولى من مستوى فني، نتابع ولنا عودة. الفرق توزعت، أنه الفرق اللي حافظت على صدارتها يعني على طول، يعني نقول المنطقة الثلث الأول من الترتيب، اللي بقت فرق الجوية والشرطة والزوراء، وعندك نفط الوسط والنجف وزاخو، هؤلاء يعني حافظوا على هاي المستوى. وبعدين عندنا المنطقة الدافئة اللي صارت عليها، وعندنا المنطقة الأخرى هي المنطقة اللي صارع بها الفرق اللي حاولت تهرب من الذيل القائمة، من القاسم والصناعات الكهربائية وكذلك السماوة يعني هاي الفرق اللي كانت هي اللي على طول تبتعد عن الهبوط والحدود، يعني أعتقد. بينما النقاط السلبية المهمة اللي يعني سجلتها هي أول شيء الاستقالات، يعني إحنا في مرحلة واحدة 14 استقالة، وهاي الناحية السلبية أثرت على الاستقرار على الكادر التدريبي والاستقرار على الأداء، وهذا من الناحية اللي أعتقد هي عدد كبير جدا في من هاي الاستقالات اللي أثرت على المستوى الفني. لا بد أن نثني على أندية القاسم ونادي الميناء اللي حققوا مفاجآت كبيرة في الدوري. نادي القاسم حقق مفاجأة مدوية في الدوري بفوز على نادي نفط الوسط، وذلك يعود لروحية الشباب العالية اللي قدموا مستوى متميز، وأيضا وجود الكادر التدريبي المميز بقيادة الكابتن عادل نعمة. نادي الميناء حقق فوز جيد على نادي الديوانية الفتي بقيادة الكابتن عادل ناصر، اللي أتوقع أنه إن شاء الله راح يعود لنادي الميناء لوضعه الطبيعي. أهلا بك من جديد كابتن حيدر، يعني من خلال الإحصائية التي يعني تؤكد أن 190 مباراة جرت حتى الآن، سجل فيها 346 هدف، يعني تقريبا الحصيلة جيدة نوعا ما
ولكن من وجهة نظرك كيف تقيم مستوى التهديف يعني بصورة عامة؟ ربما يعني نظرتك مختلفة، كون يعني أنا أشوف فيمن هي جيدة، لكن بنفس الوقت يعني أجد بأن نعاني من هاي المسألة. أستاذ بلال حبيبي، الضغوط الإعلامية وضغوط الجمهور اللي يعاني منعتها المدرب ويعاني منعتها اللاعب ترجع على الفريق، بالتالي طريقة اللعب هي الفيصل في وجود الأهداف أو وجود الخطة الهجومية. تعرف إحنا يعني عذرا للمقولة، بس أنا عندي مقولة أقول احترام المدرب بالعراق مباراتين، وعدي يعني أدل على ذلك. يتعادل المدرب ويخسر هسه بأحسن الفرق الجوية أو المتذيل القائمة، يخسر لعبتين بعد يطلع. إذا تذكر الأربع المباريات الأولى كان المرشح الساخن للخروج من التدريب هو الكابتن العزيز أيوب الديشو. هذه طامة كبرى يعني، تالي راح ينعكس على طريقة اللعب. اليوم من المدرب مضغوط، ما يقدر يفتح الفريق ويهاجم خوفا من الخسارة، أكيد تنعكس على الحساب التهديفي للفرق وكمية الأهداف الموجودة بالدوري. فهذا أكيد طريقة اللعب تنعكس على هذا، خوف المدربين وخوف اللاعبين وخوف إدارات الأندية من الفشل، هذا راح ينعكس على طريقة اللعب بالتالي على عدد الأهداف. هسه كل الفرق العراقية اعتمادها على مهاجم واحد يغيب يتأثر الفريق تأثر كبير، بالتالي المفروض الفريق الجيد خاصة الأربع فرق الخمس فرق تلقى الفريق بالجانب الهجومي، الأربعة اللي يلعبون الأمام لازم كلها تقوم. احنا هذا ما حاصل عندنا ان شاء الله يحصل، احنا ننتظر، لان هي طبعا الساهم بمستوى كبير، يعني تعطي واجبات اخرى، هناك واجبات اخرى لبعض اللاعبين بالدفاع بالهجوم، يعني هاي احنا نحتاجها بدورينا وبالتالي ينعكس على الكرة العراقية. كابتن حيدر ابقى أكيد. معنا سنتابع مرة اخرى استطلاعا من هذه المرة من قبل الزملاء حول مسابقة الدوري الممتاز، سنتابع ولنعود. المرحلة الأولى أشرت تصدر نادي القوة الجوية جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، وهو الفريق اللي حقق أكثر عدد من الفوز، 12 مرة فاز وحقق 5 تعادلات وخسر خسارتين فقط، ومستواه كان الأفضل من الناحية الفنية لأنه يملك عناصر جيدة وكذلك عدد لا بأس به من اللاعبين الاحتياط. يجي بالمركز الثاني فريقا الزوراء والشرطة تقريبا متساويين في كل شيء، حتى نقاطهم نفس الشيء 36 نقطة. بالمرتبة الثالثة يأتي فريقا نفط الوسط والنجف، هم تقريبا متساويين في كل شيء حتى في عدد نقاطهم 31 نقطة. على العموم فرق الدوري الممتاز تحاول بأنه ترتب أوراقها بالنسبة للمرحلة الثانية. الفرق المهددة بالهبوط حاليا 3 فرق، هي فرق الحدود والطلبة والصناعات الكهربائية، اللي حدود والطلبة يملكون 16 نقطة وكذلك الصناعات 15 نقطة، وضعهم سيء جدا. أهم ما يميز المرحلة الأولى من دورينا هو يعني الالتزام بالمواعيد ولا تأجيل لأي ظرف كان. أعتقد بأن التطبيعية نجحت بشكل كبير وهناك فرق ظهرت بشكل طيب، وأعتقد بأن الكل يتفق على أن المرحلة الأولى من دورينا كانت غنية بكل شيء باستثناء بعض الهفوات التحكيمية، لكن لو أردنا الحديث عن الحكام كان مستواهم طيب قياسا بعدد المباريات الموجودة، الأخطاء قليلة، وبالتالي الكل يتفق على أننا أمام موسم كروي جيد إن شاء الله. أهلا بك كابتن حيدر، يعني تحت شعار مطربة الحي لا تطرب، ماذا تقول للاعبين المثابرين والمميزين وكذلك للمدربين الذين يعني يمتلكون كل المؤهلات التي تجعلهم في الفورما، لكنهم أحيانا بعيدين عن الواجهة في الوقت الذي يكون سعي الأندية حثيث للتعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب، يعني فسر لنا هذه الحالة. والله شوف أستاذ بلال، يعني كرة القدم مثل أو الرياضة بشكل عام مثل كل الأوساط، يعني تحتاج شيء من الحظ، تحتاج شيء من التوفيق، بالتالي أنا أعتقد يعني الرياضة وكرة القدم يعني ذول شغلتين، الرياضي
والمطرب، يعني ما بي واسطة، يعني موهبته هي اللي تأكد حضوره بالساحة. فأعتقد إنه الإنسان إذا مكتوب له توفيق بهذه الحياة أو بهذا المجال فأكيد راح يلقاه. ما يصير مغض النظر عن المثابرة، لازم تكون المثابرة حاضرة، لازم يكون التوفيق حاضر حتى الإنسان يكون بأحسن حالاته. بصراحة كابتن، يعني عودة إلى سؤالي، هنالك آراء أخرى تفضل الاحتراف والفكر والمستوى الفني المستورد، يعني بحسب رؤيتك الفنية هل من الممكن الاستغناء عن المحترف قياسا بما يقدم اللاعب المحلي؟ ماذا تقول حول ذلك؟ وأنا عندي مقولة أستاذ بلال، خاف شوية يعني زعل البعض، إحنا بالعراق نلعب طوبة، ما نلعب كرة قدم. إيه نعم. إذا 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 شوف إذا شوف العالم وين وصل من ناحية استراتيجية بناء الفرق وبناء الأندية. صحيح. والاحتراف على مستوى عالي، ماكو مقارنة. إحنا من نجيب اليوم المحترف، اليوم من نجيب المحترف نصف فرق الدوري العراقي اليوم تجيب محترف دولار. الفرق الدول المجاورة إن الدول القريبة علينا اللي هي الإمارات وقطر وكذا، أقل 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 لاعب يجيب 500,000 دولار بمليون دولار، بالتالي هذا ما يجي للعراق. كابتن حيدر، طبعا لك مني خالص الشكر والتقدير على انضمامك معنا وعلى كل ما طرحت من معلومة حول محور الحلقة. هل لك كلمة أخيرة؟ شاكر جدا لكم، أتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى نشوفك، والله احنا من زمان يعني مشتاقين نسمع صوتك. شكرا جزيلا لك والكادر اخوي. والله انا مشتاق لكم ومشتاق طبعا لكربلاء. الله يحفظك شرفنا باي وقت. الله يسلمك. الفرق كربلاء والنجف كانت فرق يعني دورينا، احكي لك بال2000 وورا ال2000 كانت فرق كبيره، يعني احيانا يعني نروح نتابعها اي مباراه في بغداد يعني حتى نستمتع بهذا الأداء والأسلوب وهاي الروحية اللي كانت موجودة. نتمنى يا ربي تتواصلون يعني على هذا العطاء بإذن رب العالمين. طول عمرك، ممنون منك جدا يعني. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نشوفك في أوقات قريبة. تحياتي مرة أخرى. شكرا. شاكر جدا يعني. مشاهدينا، كان معنا عبر السكايب من كربلاء المدرب حيدر يحيى، فشكرا جزيلا له. إذن هكذا انتهت مرحلة بأكملها للأندية العشرين المتنافسة لتفصح عن ثبات العديد من الأمور التي تتجلى بتواجد الأندية الجماهيرية الثلاثة الجوية والزوراء والشرطة في المقدمة، فضلا عن تباين واضح بالنتائج والأداء لبقية الفرق. المهم، ما زال مشوار المرحلة الثانية طويلا، ولا نعلم ما إذا كان كفيلا بمتغيرات قد تطرأ على سلم الترتيب. مشاهدينا، على الموعد المقبل نلقاكم بإذن الله. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات أسرة البرنامج وتحياتي أنا بلال بدع. مع السلامة.